هلا بهمسة، هلا بالنادرة، شلونك؟ أنا زينة. همسة سوي لنا شيء لأن كلش جوعان. أوف يا كرار، اليوم أنا ما بي حيل أطبخ، ما تودينا خدمة توصيل وخلينا ناكل سوية. همسة يا خدمة توصيل، أصلاً أنا ما أحب الخدمة التوصيل، أحب أكلك الطيب اللي هو أطيب من المطاعم. إيه بدت هاي سوالف على مود تقنعني وأقوم أطبخ، أنا اليوم ما أريد أطبخ، لازم تودينا خدمة توصيل. همسة ترى أنا ندمك والله وأوصى خدمة توصيل وما أخليك تاكلين وياي. كرار، من اللي ندمني أنت؟ إيه أنا. ما اليوم لازم تودي خدمة توصيل ولازم أكل وياك. خلنا نشوف. أنا علمك كرار، جبت أكل خدمة توصيل وشبعت بطنك ونمت وعفتنا أنا جوعانة. أنا علمك. جت فكرة. كله طيب مبين. الله اي لقيته. الو اقول اكو صينية مندي؟ اي صينية اكون هيجي متللة تللة ردا هيجي متعباية تعباية تعبي. اي والله خيي لان انا كلش جوعانه بعد ابد ما اتحمل. اي طبعا هسه بط توسوس والله توسوس تسوي وسويس. اي خوش يلا منتظرتك هاني بسرعه بسرعه الحق الحق. وين راح اكل؟ ألف الحمد لله والشكر من درست الكرش ماتي وشبعت يوم شلون صينية مندي تخبط. همسة؟ ها جبت لك ضي سفن؟ ولك يا سفن يا سفن يا همسة أنا نايم بأمان الله بغرفتي ومطلع فلوسي مخليهن على الموبايل وما موجودة غير بس أنت هنا. وين راحن الفلوس؟ دور على الفلوس كرار فلوسك هنا ببطني. إيه همسة طيني أنا بدي أطلع ويا جماعتي. شوف يا معزوز العين والغيرة فلوسك كانت على الموبايل مو صحيح؟ إيه؟ أنا جيت أخذتن رحت وصيت صينية مندي هيجي وأكلتن يعني فلوسك صارن بأمان الله هنانة ببطني. صدق تحجين؟ ولي كان إلك أنا أعرف عقابك شنو؟ همسة الانترنت كله كسرته وتحلمين بعد يدخل البيت. كسرته؟ ايه يعني راح؟ راح يما قلبك الراب تدري بياني ما اقدر اعيش بدونه شو سويت؟ همسة قوم منين ما احسن لك يلا بسرعة قوم. جدت خوش فكرة خلي اسوي نفسي اني متكهربه على مود كرار يحن علي ويجيب لي انترنت. ايه على مود اكنك براحتي. شبيك همسة كهربتي؟ اه
كهرباء؟ ها راحت؟ راحت لو بعدني؟ ها هسه راحت؟ اخ شبيه؟ اخ يمي همسة والله اسف عبالي صدق متكهرباء وجبت الماسحة وكسرتها علي عود اريد اطلع الكهرباء عادي ما صار شيء همسة على هاي سوايتي إلك وتكسيرتي إلك راح اجيب لك انترنت شنو؟ بعد ايش تردين؟ واخيرا تحقق حلمي تدللين يلا رايح آه! يا فرحة المادامت